شوف بقى، شوف العظمة بقى اللي جاية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم، شو يعني ملة إبراهيم دي؟ أم قال لك لأن إبراهيم ده بيقول إيه؟ القرآن قال عليه إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان إيه؟ أمة. أمة يعني إيه؟ يعني جامعا لكل خصال الخير التي لا تكاد تجتمع في فرد إلا إن وزعت الخصال في أمة بحالها. يبقى ده فيه كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده شجاع وده صادق وده حليم وده عالم وده كريم وده الله الله. يبقى ما فيش واحد يجمع الإيه؟ إلا إذا جمعتها من مين؟ من أمة، يعني كل حتة في واحد. لكن إبراهيم لوحده كان إيه؟ كان أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إحنا قلنا إن الملة هي الديانة. حنيفا قلنا برضو زمان، إحنا حنيف يعني مائلا عن الباطل إلى الحق. ولذلك كانوا الناس يقول لك ده حنيف، دي معناها اللغوي مائل. حنيف إن إبراهيم كان إيه؟ حنيفا مائلا، يعني تقول له ايه ومائل عن ايه؟ هي الرسل بتيجي امتى؟ متى تاتي الرسل الى الافواه؟ تاتي الرسل اذا طم الفساد. لان الفساد لما يكون الناس قادرين على انهم يصلحوا فيما بينهم ربنا برضو يصبر على الناس، انما اذا كان ما فيش حد يقدر يصلح بقى وطم الفساد يعمل ايه ربنا؟ يرسل رسول. اذا فلا ياتي رسول الا على ايه؟ فساد طم. يبقى لما يجي الرسول ويلاقي الفساد عنه ومنتشر يقوم يميل عن الفساد. يبقى الميل عن المعوج اعتدال ولا لا؟ الميل عن المعوج اعتدال. ملة إبراهيم حنيفة. ولذلك بقى جاب الغاية واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى حيثيات الخلة ايه؟ شوفها ايه؟ يبقى عنده احسن دين، مش كده؟ اسلم لله، اسلم لله ايه وجهه، وكان ايه محسنا واتبع المله وكان حنيفا. يبقى دي الحيثيات ان ربنا يتخذ ايه؟ يتخذ خليل. يقول لك ايه واسلم وجهه لله صحيح، ما فيش غير وجهته الا الله، بدليل انه لما اترمى في النار لما حدثونا فقالوا ان جبريل جاءه وقال له اليك حاجه، عندك حاجة يعني ليك حاجة كده؟ قال له أما إليك فلا. أما إليك، يبقى ده إسلام وجه لله وحده ولا لا؟ لا، إسلام وجه لله وحده. طيب وبعدين أنس الناس بأبنائها وهو جاله ابنه على آخر في آخر حياته، وبعدين قال له أنا هبتليه، قد يبتليه بإن ابنه يموت منه، مش دي يبقى لون ابتلاء؟ طيب قال له ما يموتش كده، لا ده ينقتل، وينقتل انت اللي تقتله. طب غيره يقتله؟ يبقى كم درجه في الابتلاء؟ ابن في اخر الحياه وهو حيض ويموت، ادي قد يكون ابتلاء. لكن مش يموت كده حتى انفه عشان ما يبقاش له غريم، لا يقتل، ومش يقتل غيره يقتله، بل هو ايه؟ هو اللي يقتله. ومشي ولا لا؟ واستمع ولا لا؟ ولذلك قال له يا بني اني ارى في المنام، وربنا يجعلها برؤية منام مش بوحي كده، لا ده برؤية ايه؟ منام. يا بني اني ارى في المنام اني اسبح فانظر ماذا ترى. ما قال له يعمل اللي على كيفك، قال له لا يا ابا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما أسلم من ومين؟ إبراهيم ومين؟ وتله للجبين. يبقى أسلم ولا ما أسلمش؟ سلم ولا ما سلمش؟ ربنا يعمل إيه؟ ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي الإيه؟ أم عمل إيه؟ قال له ده أنا مش هجي لك الولد ده وأعمل له فضل، ده أنا هجيب لك ولد تاني وياه. اتخذ الله ابراهيم خليلا. كلمة خليل دي اهل العلماء بقى ايه قعدوا يبحثوا عنها اشتقاق، ويبحثوا عنها مصادقات في الاساليب التي وردت فيها. فقال لك طيب خليل
مأخوذ خا ولامين اثنين. قال لك والخل هو الطريق في الرمل. الخل هو ايه؟ الطريق. الطريق في الرمل اللي احنا نسميه في عرفنا مداء. والمداء ده عادة بيبقى ايه؟ بيبقى ضيق. يقوم لما يكون اثنين ماشيين تلاحظهم بقى ان كانوا يعني مش ودهم قوي بعض، واحد ماشي قدامه واحد ماشي ورا، مش كده؟ وان كانوا الاثنين بيحبوا بعض قوي يقعدوا يكافحوا في الايه؟ في الطريق الضيق ده، ويبقى واخد ده وقف. الله، يبقى ده دليل على انه حتى مش قادرين يفارقوا بعض في المسافه. فسموا الاثنين اللي ايه؟ سموه خليل. اسمه ايه؟ متخلل في الثاني. متخلل في الثاني. او خليل يعني يسد خللك وتسد خلله. برضو موجود في المعنى، يسد خللك وتسد ايه؟ خلله. او خليل يعني خلالكما متحدة. خليل يعني خلالك ايه؟ او خليل يتخلل اليك وتتخلل اليه في مساتره. يعني انت مثلا لما بتقابل الناس العاديين تقابلهم في البيت في الصالون ولا في ساحة الدار، ولما يكون واحد كده تاني تقول له تعالى للمكتب، ولما يكون واحد وانت بنايم قول هاتوه يجي يقعد ويقفل. الله، كل ما دخل وقت مسافرك يبقى ايه؟ يبقى ادخل. يبقى واتخذ الله ابراهيم خليلا، اصطفاه اصطفاء خاصا، لان الحب قد يشارك فيه. يعني بتحب ده وتحب ده وتحب ده وتحب كل المؤمنين، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ايه مره؟ يقول ايه؟ قال يحب مثلا التوابين ويحب المتطوعين، مش كده؟ صح. ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. انما خليل ما فيش فيه مشاركه. خليل يبقى الحب يا امه، وانما الخله تبقى ايه؟ مشاركه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه وقال ألا إن ربي اتخذني خليلا. ربي اتخذني ايه؟ خليل. ده كلام على الأول. واتخذ الله إبراهيم خليل، برضو بيسد خلل بيتخلل. إسماعيل صبري رحمة الله عليه كان شاعر، يمكن انتم ما ادركتوش، كان يعتبر من اثبت من شوقي يعني، وكان يعني شيخ القضاء يسموه. فكان شاعر يقوم يجي في المعنى ده ويلقطه كده من القرآن ومن الألفاظ اللي دارت عليه في القرآن. يقول ايه؟ ولما التقينا، بيتكلم على صديق له، ولما التقينا قرب الشوق جهده على اخر طاقة الشوق. خليلين ذابا لوعة وعتاب. اظن الكلام مفهوم. ولما التقينا قرب الشوق ايه؟ مشتاقين او البعض. قرب الشوق جهده يعني اقصى جهد للشوق. خليلين ذابا لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وغابا. الله، صور المسألة تصوير ايه يدلك على كل الايه؟ كل المعاني. كأن خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق ايه؟ وغابا. دك الف ضمنا ضمة نبقى بها وحدا، يعني اللي يشوفنا يقول ده ايه؟ وعدك ان احد. يقول لا، ده تخللنا بعضنا كأن بعضنا ايه؟ غاب في ايه؟ غاب في بعض. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفة. واتخذ الله ابراهيم ايه؟ واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الارض. لله ما في السماوات وما في الارض، لانه هو تكلم هناك في الايه ما فيش ولي ولا ميت نصير. فإياكم أن تظنوا أن هناك مهرب ولا محيط ولا معدل ولا مفر، لأن ربنا له إيه؟ له السماوات والإيه؟ ومن في السماوات ومن في الأرض. فلا السماوات تؤوي هاربا منه، ولا من في السماوات يعاون هاربا منه. ولله ما في السماوات وما في الأرض،
وكان الله بكل شيء محيطا، محيطا علما وإيه وقدرة. ويستفتونك في النساء، يستفتونك يعني يطلبون الإيه الفتية. الدين مر بمراحل، يسألونك ويستفتونك، ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هناك بيقول يسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده؟ يسألونك عن الأهلة. الله، ده سؤال ولا لا؟ أم قال لك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعدوش تنبشوا على روحكم ما دام انا تركتكم، استنوا لما ابقى انا اقول لكم. مع ذلك يسالوه. طب معنى السؤال ده مش انك انت عايز تعرف حكم هيحدد حركتك في الحياه؟ طب لو ما كنتش عايز تحدد حركتك بتسال ليه؟ طب ما تسكت لما يبقى يجي الحكم من هناك. انما السؤال بتاعك ده دليل على ايه؟ السؤال دليل على انك عشقت منهج الله، فأحببت أن تجعل منهج الله يسيطر على كل إيه؟ أفعالك. فالشيء الذي لم يقل الله عنه تحب أن إيه؟ أن تسأل عنه. ما تفعل ذلك إلا وقد عشقت الانقياد لمنهج الله. وأيضا فإن كثيرا من الأشياء جاء الإسلام فوجد للجاهلية وللعرب أحكام فيه، فهم يصنعونها ولم يغير فيها شيء، فما أحبوا أن يعملوها لأنها من عمل آبائهم، ولكن أحبوا أن يشرهوا بأن يعملوها لأنها من صميم أمر الإسلام. يبقى عمالين يسألوا. طيب السؤال عن حكم، هذا الحكم مطلوب لي في حركة حياتي، لكن الاستفتاء أمر قد يوجد فيه حكم ملتبس فيه عليا القضية. ولذلك لما يجي واحد يقول لك نعمل نستفتي، نستفتي ايه يعني؟ يعني مسألة مش قادرين ناخد فيها ايه من النصوص حكم، بنرد لمين؟ الى اهله، ولو ردوه الى الرسول والى ايه لعلمه الذين يستنبطونه منه. اذا فالسؤال للحكم عامة ولم يكن، ولكن الاستفتاء لحكم هو موجود في الله، ولكن المستفتي ما عندوش قدرة علشان يستنبط منه الايه. ولذلك لما يجوا يعملوا ضرب افتى يعني ايه، لان مش المفروض ان كل مؤمن يعلم كل جزئيات في دينه، بل المؤمن مطلوب منه ان يعلم الجزئيات المطلوبة رتابة اللي بتنعمل على طول كتير يعني. لكن مسألة قد يعيش حياته ولا تمر به. بالله نقول له طب اقلع يا مسلم، لازم تعرف باب الوقت، طب تعرف باب المزارعة، طب تعرف باب المضاربة، طب تعرف باب الميراث. يقول لك طب ده قد يمر في حياته ولا يحتاج الى مسألة، ندعوها فان حدثت له فيما بعد يسأل عنها مين؟ اهل الذكر. يسأل ايدي محل الايه؟ محل الايه؟ الافتة. فالسؤال محل العمل الرتيب اللي مطلوب من كل واحد يعمله، لكن الفتوى في امر ليس المفروض ان يكون كل واحد، ان كل واحد يعرف، مش كل واحد يعرف. لما يموت له واحد نيجي نقول له ورث له، ما نقدرش، بل يروح يقول له ايه لاهل الذكر، يقول له ورث لي الميراث ده، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا. سؤال حصل له مثلا في الصيام، سؤال حصل له في الصلاه، سجود سهو، مش كل حاجه دي، يروح يسال مين؟ يسال اهل الايه، اهل الايه، اهل الذكر. ويستفتونك في النساء. اذا قيل يستفتونك في النساء، يعني ايه يستفتونك في النساء؟ هيقول له يعني هم حلوين ولا وحشين ولا ايه؟ ولا معنى يستفتونك يعني نريد حكم الله فيما ايه يتعلق بالنساء حلا وايه وحرمه وتصرفا. ويسالونك في النساء، شوف بقى الجواب بقى، ويسالونك في النساء قل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ولم يؤجل الله الفتوى لسؤالكم او لاستفتائكم، بل سبق ان قال، فقال انا برضو هفتيكم، لان الحكم الذي نزل اولا
لعله ليس على ايه بالكم او لستم على ذكر منه. فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ايضا ما يتلى عليكم في الكتاب. ويفتيكم يعني لو كنت انتم واعيين لما نزل من الكتاب كنت وجدتم الايه كنت وجدتم الفتح. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم اي ويفتيكم في امرهن ما يتلى عليكم في الكتاب. لانه اول ايه ثاني ايه في سوره الايه في سوره النساء كده ولا لا قال ايه واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الى اخره واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. كل ده متعلق باحكام النساء ولا لا؟ فانتم بتستفتوا في ايه؟ طب انا هفتيكم برضه ولكن ما يتلى عليكم بجد. وهذا تعليم على ان الانسان لا يتعجل الاستفتاء في شيء الا اذا استعرض قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب المغنيه عن ان يستفتي. والى لقاء.